في شارع الرشيد برصافة بغداد، هنا تتوزع بنايات تراثية بطوابقها المتوازية مع الأفق، حيث العمران البغدادي القديم لا يعلو كثيرا عن عدة طوابق قرب خان المدلل، وعن عمر تراثي لا يعدو 100 أو 200 عام تقترب بنايات تراثية من السقوط. أصحاب المحل هنا وباعة الأنتيكات تحدثوا للعراقية الإخبارية عن فندق النفط الأسود ونادي الهلال، حيث كانت هذه المناطق مركزا ثقافيا وليس تجاريا فحسب. يقولوا مائلة للسقوط، هي صح شوية تعبانة البناية، مقبنة من ورا يعني بالبداية شوفيها شايلتها الدنك، بس من ورا هيك ناس لم عطلة. عاصرة الملوك وعاصرة الجمهوريات، بناية قديمة. احنا هذه البناية نتأسف على شيء واحد بس، هي تهالكت. اضطر أصحاب المحال التجارية إلى فتح ما تعرف محليا بالبسطيات بعد إغلاق محلهم إثر المخاوف من سقوط هذه البنايات في أي لحظة، فيما بقوا يتساءلون عما إذا ستحظى الأخيرة باهتمام أم أنها ستلغى، ما يعرض هوية العاصمة الثقافية إلى مخاطر الاندثار كذلك. وزارة الثقافة والآثار والسياحة وأمانة بغداد ورئاسة الوزراء وضع برنامج مو قصير الأمد بل طويل الأمد لإنقاذ تراث بغداد. بناية الهلال التراثية، هذه البناية هي إحدى البنايات التي تولي اهتمام هيئة الآثار والتراث بها، ولكن كما تعلمين أن هنالك بعض البنايات هي تابعة للقطاع الخاص أو تابعة لأمانة بغداد، قد تنعكس سلبا على الواقع الحقيقي لعملية صيانتها والمحافظة عليها. من هنا من قلب العاصمة بغداد القديمة، والتي بعد تشييد أهم تراثها العمراني والآثاري العريق والمهم في العاصمة، تعاقبت أهم وأبرز الحكومات العراقية على أنظمة حكمها المختلفة والمتنوعة، وهذه البنايات اليوم وبعد تعرضها للتآكل والإهمال لا تنتظر سوى لحظة انتباه. من ساحة الميدان ببغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.